بسم الله. اخدنا جمله بريك والليبرد بريك، المره دي هناخد حاجه اسمها كونتينيو. كونتينيو دي انا اللوب عمال يشتغل الشغل شغل، فانا بدل ما كنت اقول له بريك اخرج، لا هنا المره دي انا عايز اقول له اللفه دي عديها وكمل بعديها عادي جدا. خلاص اللفه دي عديها وكمل بعديها عادي. ف وايل وفي عندي عادي الكود، وفي كود برضو قبل الشرط وفي كود بعد الشرط، وفي اف ان حصل حاجه معينه. كونتينيو يعني ما تكملش الخطوه دي، ما تكملهاش بس ارجع ايه، ارجع نفذ يعني ارجع كمل الايه اللوب بتاعتك. فهنا نفس الكلام برضو في الدو وايل، برضو الكود اللي فوق بيشتغل، الكود اللي تحت ده ما بيشتغلش لو الكونتينيو ايه لفت، يبقى ده مش كود اولويز بي اكزكيوتد، يعني مش كود دايما بيتنفذ. لكن الكود اللي فوق دايما بيتنفذ كده كده طالما انت حاطه بره قبل الايه، قبل الكونديشن بتاعك. وكذلك برضو نفس الشكل معانا في مين، لو استخدمنا نفس الفكره في الفور، اول ما الشرط هيجي عند كونتينيو هيحصل ايه، هيفوت الكود اللي جاي بعد الشرط وياخد اللفه الايتريشن اللي بعديه او اللفه اللي بعديه بدون ايه، بدون مشكله. لو حبينا نشوف على دوت اكزامبل، نروح على طول نعمل كده. انا اخد كوبي من ده ماشي، وتعال هاخد كوبي عشان برضو بالمره تاخد بالك من الفرق ما بينه وبين بريك بيوقف اللوب بيخرج، كونتينيو لا بيعدي اللفه بيفوت لفه. خلاص فانا هعمل نفس يعني هاخد نفس الاستراكشر، هشيل بس ايه الليبلد، هنخلي شرح بتاع الليبلد كونتينيو في وقت تاني. لكن دلوقتي بس ايه هقول له لما بتبقى بخمسة، انا هخلي بس الكود بعد الاف عشان تاخد بالك هيفوته امتى، لان لو ما عملتوش قبليه كده كده اللي فوق ده كده كده بيتنفس دايما. خلاص كده طيب انا خليته بعد، وخليتها بريك زي ما هي عشان افكرك بس بالشكل بتاع بريك. بريك كده هيعمل ايه، هيطبع 1 2 3 4، الخمسة مش هيطبعها لان عند ايكوال اكس بيساوي 5 وقف. خلاص فطبع ايه، ادي 1 2 3 4 وعند الاربعه ويقف، بعد كده يرجع للوب الايه الكبيره. لو عند اربعه اللوب صغيرته موقفه، مع ان اللوب صغيره المفروض انا اعمل لها الرينج بتاعها من 1 ل 10 صح. طيب لما شلنا بس كلمه بريك وكلمه كونتينيو كده معناها ايه، هيفوت بس ال 10 اسف هيفوت بس الايه الخمسه، اللي هو اف ان اكس 5 فوت ما تطبعش، لكن السته والسبعه والثمانيه والتسعه وال 10 معايا مفيش اي مشكله. فلو جينا نجرب كده هنلاقي ايه، مفترض يطبع معايا واحد وبعد كده يجيب الاكس بتاعتك تبقى 1 2 3 4 فوت 5 6 7 8 9 10 اهو، ادي 1 و2 و3 و4 وادي 5 6 7 مفيش 5 6 7 8 9 اهو، لا مفيش 5 4 6 على طول. وبعد ما يخلص بيقوم عامل ايه، بيطلع لمين، للي بعده، ياخد الايه الاي اللي بعده، فبرده نفس الكلام تلاقي برده مفوت مين، مفوت الخمسه دي. لما نكون عايزين ايه نسكيب في حاله معينه، ودي بتنفعنا في حاجات كتير جدا، لما زي ما قلت لكم عايزين نسكيب حاله معينه، لكن الباقي كله بالنسبه لنا عادي. لكن اي كود قبل الاف بالنسبه لنا هيتنفذ دائما، ملوش دعوه وملوش علاقه خالص بالايه بالكونتينيو، لو احنا عايزين ننفذ كود دايما على كل الحاجات. لكن في حاله معينه في كود مش عايزين ننفذه، يبقى بالنسبه لنا كونتينيو هتبقى هي الايه الحل.